ستة أسابيع من المعارك المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل خرقت قواعد الاشتباك خلالها لمرات. لم يقتصر قتلها على عناصر حزب الله، ضحايا الجنوب مدنيون أيضاً، لكن الحرب التي تعيش الكرة الحدودية تفاصيلها لم تمتد إلى خارج الخارطة الجنوبية، فالطرفان كبحا لجام مغامرات مدمرة قد يكون وقعها على بيروت أقصى مما لحق بغزة. الأمريكيون يريدون خفض التوتر إلى حد أقصى، يريدون حتى وقف العمليات العسكرية ويعملون لأجل ذلك مع اللبنانيين وعبر الضغط على حزب الله، ويعملون بذلك على المستوى الإسرائيلي. الإيرانيون لديهم مقاربة مختلفة. المقاربة الإيرانية هي أنه نعم للمشاغلة، نعم للاشتباك، نعم للمناوشات، ونعم حتى لرفع مستوى الاشتباك بين الفينة والأخرى، لا للوصول إلى الحرب. يخشى اللبنانيون الحرب، هذا واضح في شوارع بيروت التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن المعارك الحدودية. لافتات رفعت هنا رفضاً للحرب وامتدادها، واتهامات سياسية بأن حزب الله يجر اللبنانيون عنوة إلى حرب لم يختاروها حتى لو اعتقد أنه يضبط إيقاعها. بزقنا 30 سنة ما حدا سأل عنا، هلأ بدون يرجع يعملوا لنا حرب؟ ما بدنا حرب. والأمريكان حاطين إيدهم كوني أكيد، لو ما الأمريكان فتحت من زمان. ليس صحيحا أنه حزب الله لم يأخذ لبنان إلى حرب، وليست بالنسبة لنا مفاهيم الحرب أن ندمر أبنية وندمر جسورا. العملية التدمير غير الظاهرة هي قوية جدا ولها مفاعيل الحرب المدمرة، لأنه اقتصادنا، زراعتنا، بساطنا الأخضر احترق، تم تهجير مئات عشرات الآلاف من الجنوبيين. قد تكون الحرب قد حولت أنظار اللبنانيين عن أزماتهم الداخلية، لكن هذه الأزمات ستزيد من شراسة تبعات أي حرب مستقبلية. تتشابه يوميات الكرة الحدودية التي أخلاها معظم سكانها، والجولة التي بدأت مع حرب غزة لا يضمن اللبنانيون شكل نهايتها، وسط تخوف دائم من اشتعال حرب غير محسوبة. غنوة يتيم، الحدث، القطاع الأوسط. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.